السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین کرام، آج ہم انشاء اللہ تعالی سورة العلق اس کی تلاوت کریں گے، تو آئیے تلاوت قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ابھی اسی سورت کو لہجے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیے لہجے کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.